المرجو الجامعة الوطنية للتعليم كما قلنا قبل قليل هي ليست لا تناضل فقط من أجل تحسين وضعيات نساء ورجال التعليم، بل هي منخرطة في نضالات الشعب المغربي كمكون من مكونات الشعب المغربي لتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبالتالي فهي جزء من الجبهة الاجتماعية التي تخلد هذا اليوم ذكرى 20 فبراير. وعلى مستوى العرائش فهناك وقفة احتجاجية على مستوى العرائش الساعة 7 بساحة التحرير، لذا المرجو من كل المناضلات والمناضلين رغم الإرهاق رغم هذا الجهد رغم هذا التعب أن نتواجد بقوة ونحي ونعلنها يعني بشكل عال وبشكل جهوري، لا للغلاء في الأسعار، نعم لتحسين وضعية الشعب المغربي في الحقيقة ليس فقط نساء ورجال التعليم، والزيادة في الأجر بالنسبة لنا، والحد من هذا الجشع من هذا الاحتكار ومحاربة التضخم، وهذه مشاكلهم ولسنا نحن مسؤولين على أن ندفع ثمنها، تدبيرهم الذي أوصلهم إلى هذا الوضع نحن لسنا مسؤولين عنه لكي ندفع الثمن، لذلك فمهمتنا أن نناضل أن نحتج أن نصرخ ولا شيء غير ذلك، وتحية نضالية عالية.